هذا ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني. المزيد عن دخول أولى قوافل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ورسالة من الزميل عوض الغنام نتابع. الآن عادت السيارات المصرية التي حملت عند الساعة 10 صباحا وقطعت الطريق من المعبر المصرية للمعبر الفلسطيني بعد نحو ساعة بالكمال والتمام. تم تفريغ هذه الحمولة وتم تسليمها إلى الجانب الآخر. ما هو الجانب الآخر؟ هو الجانب الفلسطيني، وتحديدا نتحدث عن الهلال الأحمر الفلسطيني. الآن هذه السيارة هي السيارة الأولى، كما هو واضح عليها علم أو شعار الهلال الأحمر المصري، ستقطع الطريق من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، وخلفها عدد من السيارات. لكن في الجانب المقابل زميلي عبد الرحمن شلباية يوضح لنا الصورة في الجانب البعيد للغاية. هناك عدد من السيارات الفلسطينية التي تم تجهيزها الآن لنقل الحمولات والمؤن التي تم وصولها إلى المعبر الآخر، هو معبر فلسطيني داخل غزة، في الاتجاه بعيدا عن هذا المعبر إلى المدن والمخيمات الفلسطينية. ربما الصورة الآن باتت هي أكثر وضوحا. عدد من السيارات الفلسطينية هي في وضع الاستعداد للانتقال إلى داخل هذا المستودع أو هذا المكان اللوجستي الذي نقلت فيه أو نقلت فيه المساعدات المصرية والدوية. يبقى السؤال الأهم، ما هي المساعدات وما هي نوعها؟ المساعدات الأرقام تتحدث عن 20 سيارة نقل كبيرة محملة بكل صور الدعم، ومنها بطبيعة الحال 18 سيارة تابعة للهلال الأحمر المصري. كنا نتحدث مع المسؤولين في الهلال الأحمر وتحديدا المسؤولين عن قطاع الطوارئ والإغاثة والتعاون الدولي، قالوا بأن الأولوية ستكون هي للمؤن والدعم الطبي، لأن هناك انتهاك كامل أو انهيار كامل إنجاز التعبير بالنسبة للقطاع الصحي في الجانب الآخر. ولكن هناك حالة من الفرح لدى المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، لأنه بعد طول انتظار فترة طويلة من الزمن تحقق لهم الحلم اليوم بالدخول هذه البكورة الدعم المصري والدولي بطبيعة الحال. ولكن أيضا أكد لنا هذا المصدر بأن هناك كذلك مساعدات غذائية، وإن كان هناك مصدر كان يتحدث في الجانب الآخر بأن هذه هي نقطة في بحر الاحتياج الفلسطيني في ضوء الحصار الذي ما زال مستمرا حتى الآن، استمر نحو 15 يوما. هناك شبه انقطاع للوقود والطاقة والكهرباء والمواد الغذائية والمياه، فالاحتياج الفلسطيني يزداد ساعة بعد ساعة. ونعود مرة أخرى لتوضيح هذه الصورة. نحن أمامنا الآن ثلاث سيارات استعدت أو هي في طور الاستعداد للعبور إلى الجانب المصري بعدما قامت بتفريغ كل ما لديها من مؤن ومستلزمات طبية ودوائية عاجلة، وأغلبها بطبيعة الحال يعود لغرف العمليات، لأن هناك احتياج كامل وشامل وسريع للغاية من خلال الطواقم الصحية التي تعلن على مدار الساعة في الجانب الفلسطيني عن ما هي الرغبات لديهم والاحتياجات الضرورية حسب ما أكد لنا مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني. وهناك تواصل مستمر للتعاون ما بين الجانبين لتحديد الأولوية، وكان هناك قائمة تم تحديد أولويات الاحتياجات من الجانب الفلسطيني، بينما أيضا هناك مؤن ودعم من المؤسسات الدولية عبرت اليوم مع 20 سيارة التي قطعت الطريق في الاتجاه الآخر، وستكون هي نقطة البداية حتى هذه اللحظة لانطلاق بقية القافلة البرية الأضخم والأكبر التي ما زالت قائمة حتى الآن متمركزة أمام الباب الرئيسي للمعبر المصري. يبقى أن أشير لنقطة أخيرة، وهي من الذي سيقوم بنقل هذه المساعدات إلى المخيمات والمستشفيات الفلسطينية؟ المعلومات الأولية تتحدث عن من سيقوم بهذه المهمة، هو الهلال الأحمر الفلسطيني، ولكن الأنور ومنظمة الإغاثة واللاجئين الفلسطينيين سيكون عليها مسؤولية الرعاية والحماية حتى وصول هذه المساعدات إلى نقطتها الأخيرة. عوض الغنام، إكسترا نيوز، من أعلى نقطة هنا في معبر رفح المصري.